بسم الله الرحمن الرحيم. حل الواجب البيتي اللي انطيناه هذا قبل اسبوعين. طبعا الهدف من الواجب البيتي هو حتى الطالب يتواصل مع المادة ويفتهم، ويعني مو الهدف انه للأسف يعني اغلب الطلاب يعتبر الهدف هو الحصول على الدرجة فقط، فمو مهم عنده يعني يفهم او ما يفهم، يلقى الحل نقله من زميله، او حتى لو تنقله من زميلك تتعاونون بيناتكم مو مشكله، لكن كنت تفهم السؤال هذا تفهمه، لانه الرياضيات بصوره عامه وخاصه موضوع الجبر وخاصه هذا الموضوع مالتنا موضوع متسلسل، شيء يعتمد على شيء، اذا افتهمت الموضوع الاول ممكن تفتهم الموضوع الثاني، لكن اذا ما افتهمت الموضوع الاول من المستحيل انه تفتهم الموضوع الثاني. فالهدف من اللي نختاره لكم هو حتى شنو تطلع على المادة وتشوفها، يعني اكو طلاب لحد الان مو يمنا اصلا، ما جاي يفتهم شنو اللي جاي يسويه، ليش؟ لانه هو ما جاي لا يتابع الفيديو، اول مرة يشوف الفيديو، وبعدين الزم ورقة وقلم وحاول تحل الامثلة اللي نحلها بالفيديو، زين، نفس الامثلة اللي نحلها بالفيديو حاول تحلها بعيد عن الفيديو، يعني بالاعتماد على نفسك، وبعدين قارن حلك ويحل الفيديو، وبعدين حل التمارين. واذا ننطي واجب بيتي تحل، تاخذ الامور بجديه، اذا ما تاخذها بجديه بس تتعب، ليش بس تتعب؟ ضيع وقتك. السؤال طبعا احنا لازم نفهم السؤال. suppose that a vector space v، يعني عندنا vector space، الفي هو vector space وليس vector، مو vector، يعني لحد الان اكو طلاب ما يميز بين الفيكتور والفيكتور سبيس. الفيكتور سبيس هو المجموع الفضاء ككلي، اما الفيكتور فهو عنصر ينتمي الى هذا. زين، الفضاء الجزئي شنو هو الفضاء الجزئي؟ مجموع، هو ايضا فضاء لكن هو مجموعة جزئية. فعندنا هنا حسب الهومورك W1 W2 إلى WR، فد مجموعة من اللي هي سب سبيسات من V. اخذنا وبرهنا انه تقاطع هاي المجموعه يصير فيكتور سبيس جديد، وبرهنا هنا انا شو يقول؟ انه يقول لا، الاتحاد مو التقاطع، التقاطع يصير فيكتور سبيس جديد، لكن الاتحاد هل يصير لو ما يصير؟ هو هذا اللي مطلوب بالتمرين هذا او بالهوم ورك هذا. طبعا هو ما يصير، لانه لو يصير كان حطه مبرهن، لكن اكو حالة خاصة ذكرناها في موضوع التقرير، وطلبنا من الطالب انه اذا الطالب اللي يلقى هاي الحالة الخاصة الى 5 درجات، على درجة مال التقرير او على درجة مال اليومي، المهم الى 5 درجات، يعني 5 درجات على السعي، اذا تلقى لي الحالة الخاصة اللي بيها الاتحاد هو ايضا يصير فيكتور سبيس. زين، احنا شلون راح نبرهن انه هذا الاتحاد ليس فيكتور سبيس؟ راح نبرهن بالتناقض، استخدام مبدا التناقض. شنو يعني مبدا التناقض؟ يا يعني انت تقول انه اتحاد السب سبيسات يصير سب سبيس، شو نسوي؟ لا، راح اجيب لك فد اتحاد مال سب سبيسات وما يصير. زين، شلون تجيب لي؟ مو اي مثال، نشوف ان اي مثال اسهل مثال للطالب هو الفضاء RN، خليها R2، ما اريد ناخذ اكثر. نختار R2، احد زملائكم او زميلاتكم انطاني حل عن R2، ممتاز، حل ممتاز وسهل، مكان ما ممكن انه ناخذ فضاء اخر، ناخذ PN، ممكن ناخذ هواي فضاءات، لكن خلي نستمر على الحل مال زميلكم. زين، ترتيب الحل شلون؟ ترتيب الحل مطلوب، ترتيب الحل اجي عبارة عن خطوات منطقية، اقول مثلا suppose او let v be a vector space of R2، يعني ال v تساوي كل الأزواج المرتبة، كل الأزواج المرتبة، نذكر أنه v هو a vector space، زين، vector space ويا من؟ ويا مثلاً ال usual plus and dot، يعني مع عملية الجمع وضرب الاعتيادين، فهذا vector space. زين، هسه ايش اسوي؟ نعرف مثلا فد S1 يساوي في السب سبيس، او خلينا نسميه W1، هو جميع الفضاء، جميع العفو الازواج المرتبه اللي بيها المسقط الثاني صفر، المسقط الثاني صفر، وطبعا هذا برهناه احنا سابقا انه هو سب سبيس،
من الواضح أن هذا سب سبيس، هذا هسه هذا سب سبيس. شوف هاي هذا جميع الأزواج المرتبة، فإذا أخذنا حالة خاصة أنه الأزواج المرتبة لكن المسقط الثاني صار صفر، فهذا حالة خاصة صار. إذا هذا شنو؟ هذا سب سبيس. هذا ال W مجموعة جزئية من ال W1 مجموعة جزئية من V. زين، لكن احنا اذا نريد حل مثالي لازم ايضا نبرهن بانه هذا سب سبيس. شلون هذا سب سبيس؟ ناخذ عنصرين مثلا ليت على سبيل المثال، حتى هذا حل مثالي لكن ممكن انه الطالب بالامتحان مباشره يقول هذا سب سبيس. ليت مثلا نقول فد يو 1 يساوي فد اكس 1 بصفر ويو 2 يساوي اكس 2 بصفر. طبعا هسه هذول اليو 1 واليو 2 هذه يو 1 فارزه يو 2 ينتمون الى من؟ ينتمون الى دبليو 1. احنا هدفنا في اللحظه الحاليه هدفنا انه نثبت انه دبليو 1 هو سب سبيس. زين، شلون سب سبيس؟ نطبق النقطتين، هل ان يو 1 زائد يو 2 هل ينتمي الى دبليو 1؟ يو 1 زائد يو 2. لاحظ انه هنا نطبق عملية الجمع بين الفكترات، مو بين السب سبيس والسب سبيس. ماكو شيء اسمه دبليو 1 زائد دبليو 2. عملية الجمع هي بين الفكترات، بين العناصر، وليس بين السب سبيس، بين السبيسات او السب سبيسات. زين، نركز شوية. فعملية الجمع الاعتيادية طبعا نجمع المسقط الأول مع المسقط الأول x1 زائد x2 والمسقط الثاني مع المسقط الثاني 0 زائد 0 يساوي 0. السؤال هنا، هل ان هاي w1 زائد w2 ينتمي الى، هل ان ال u1 زائد ال u2 ينتمي الى w1 لو لا؟ اذا ينتمي معناها هاي الخاصية الاولى متحققة. زين، بس ركز شوية، شلون نعرف هذا ينتمي الى w1؟ الجواب اذا صار نفس الشكل مالته، شكل مال ال W1 شنو هو؟ مسقط أول رقم، مسقط ثاني صفر. هسا هذا مسقط أول رقم، مسقط ثاني صفر. رقم بغض النظر، قد يكون هو صفر أيضا، ما يهمني. لكن هو المهم المسقط الثاني شنو؟ صفر. إذا هسا W1 زائد W2 ينتمي إلى شنو؟ ينتمي إلى W1. U1 زائد U2 ينتمي إلى W1. طبعا إحنا ما جاي نخلي هذا الرمز، لازم نخلي هذا الرمز. زين، إذا U1 زائد U2 راح شنو؟ راح ينتمي إلى W1. W1 ركز، نتعامل إحنا جاي نسولف عن W1. زين، هل إن W1 صار سب سبيس؟ لا، بعد أكو شيء بعد لت R الشرط الثاني. هسا هذا خلينا نخليه الشرط الأول بالنسبة لل W1 وهذا الشرط الثاني بالنسبة لل W2. لت R ينتمي إلى R كي، احنا كل مرة نسمي كي عادي، كي ار ماكو فرق، كي ينتمي الى ار. فهل ان كي، هل ان كي يو 1 مثلا او واحد من ذولي يو 1 ينتمي الى دبليو 1 لو ما ينتمي؟ شلون نعرفه؟ نطبق ايضا عملية الضرب الاعتيادي. عملية الضرب ايش راح يصير؟ راح يصير الكي هذا ينضرب بالمسقط الاول وينضرب بالمسقط الثاني. اذا ضربنا كي في اكس 1 يصير كي اكس 1 فارزة كي في صفر، هاي كمية في صفر صفر. أيضا نرجع السؤال، هل إن كي يوان ينتمي إلى دبليو وان؟ الجواب نشوفه، هل هو يحقق الشرط مال الدبليو وان؟ هل إن المسقط الأول رقم والمسقط الثاني صفر؟ الجواب نعم، المسقط الأول هذا رقم والمسقط الثاني صفر بغض النظر عن الرقم هذا. إذا هذا شنو؟ هذا ينتمي إلى دبليو وان. إذا صار W1 مغلق، مجموعة W1 مغلقة بالنسبة للجمع وبالنسبة للضرب بسكالر. إذا W1 is a subspace. زين، هسا أيضا للحل حتى يكون مثالي وكامل، نفس الكلام نطبقه لل W2، نفس الكلام بالضبط نطبقه لل W2 أيضا. خلي بالعادة إفادة W2، طبعا W2 شنو هو؟ W2 هو جميع
الأزواج المرتبة اللي بيها المسقط الأول يساوي صفر. المسقط الأول يساوي صفر، أن من الواضح أنه من الواضح أنه الـ W2 هي مجموعة جزئية من الـ W، من الـ V العفو، من الـ V اللي هو R، من الـ V هذا. زين، وطبعا غير خالية، هذا غير خالية، صفر صفر موجود، وهذه أيضا غير خالية، صفر صفر موجود، صفر واحد، أي شيء آخر. زين، نفس الكلام نطبق هسه، ناخذ العنصرين ليت، والحل مثل ما نقول نقدر نختصره، لكن الحل المثالي ليت خلينا نسميه مثلا أيضا هنا U1 U2 ينتمي إلى W2. وأيضا شلون راح يصير أشكالهم هذول U1؟ إذا U1 يساوي صفر Y1، المسقط الأول صفر، المسقط الثاني أي رقم حقيقي، واليو تو يساوي صفر واي تو. وأيضا نطبق الشرطين نشوف والله يو وان زائد يو تو هل ينتمي إلى دبليو تو؟ نشوف والله يساوي عملية الجمع، هنا بس عملية الجمع الاعتيادية، فالمسقط الأول زائد المسقط الأول صفر صفر زائد صفر ناتج صفر، والمسقط الثاني زائد المسقط الثاني U1 زائد Y1 زائد Y2. وهذا الكلام، هل U1 زائد U2 هل ينتمي إلى W2؟ هل المسقط الأول مالته صفر؟ الجواب نعم. والنقطة الثانية نفس الكلام، أيضا يساوي كي U1، المسقط الأول صفر، المسقط الثاني شيء آخر، وهذا يدل على أنه هذا أيضا ينتمي إلى W2. إذا الـ W2 هو أيضا سب سبيس، إذا W2 is a subspace. زين، هسه الاتحاد مال W1 اتحاد W2 هل يصير سب سبيس؟ هل هذا شيء، طبعا شو يصير، راح شنو اللي يصير؟ راح يصير جميع الأزواج المرتبة، جميع الأزواج المرتبة اللي بيها إما X تساوي صفر أو Y تساوي صفر. طبعا إذا كتبنا، حتى نكون دقيقين شوية، إذا كتبنا X تساوي صفر أو Y تساوي صفر، فالأور بالرياضيات معناها تتحقق إذا أحد العبارتين متحققات، إذا أحد العبارتين متحققات أو اثنين هم متحققات. إذن فراح يصير التعبير either، أو حتى ما أقرأ كلمة either، x تساوي صفر or y تساوي صفر. وذكرنا أنه إذا اثنيناتهم تساوي صفر فالعبارة أيضا صارمة، يعني صفر صفر أيضا موجود. زين، هسه شلون أثبت أنه هذه المجموعة هي ليست سب سبيس؟ شو نسوي؟ بالتناقض، هسه هنا نطبق عملية التناقض بأن ناخذ أرقام U1 مثلا تساوي فد مثلا 2 بصفر، هذا ينتمي إلى الاتحاد، الجواب ينتمي إلى الاتحاد، ينتمي إلى هذه المجموعة. ليش؟ لأنه أحد المساقط مالته صفر. زين، وناخذ عنصر آخر مثلا U2 اللي تساوي فد صفر على سبيل المثال بثلاثة، أو أي عنصر آخر، هذا أيضا ينتمي إلى هذه المجموعة. ليش؟ لأن أحد المساقط مالته صفر. زين، هسه النقطتين هذول النقطتين هذه وهذه متحققات؟ إذا متحققات ماكو مشكلة، بس إذا ما متحققات، يعني إذا U1 زائد U2، نشوف والله هل ينتمي إلى W1 اتحاد W2؟ هل هذا العنصر موجود؟ يعني هل يطلع أحد المساقط مالته يساوي صفر؟ نطبق 2 زائد صفر 2، وصفر زائد 3 3. زين، هل أن هذا العنصر الجديد أحد المساقط مالته صفر؟ الجواب لا، إذا هذا لا ينتمي، هذا لا ينتمي إلى W1 اتحاد W2.
لا انت اذا عمليه اذا دبليو 1 اتحاد دبليو 2 ليست مغلقه بالنسبه الى عمليات الجمع. ما يهمني بعد مغلقه بالنسبه للضرب او مغلقه، المهم لقيت خلل. زين نخلي هنا بات مثلا ترتيب الحل، بات يو 1 زائد يو 2 اللي تساوي 2 بثلاثه لا تنتمي. اذا دبليو 1 اتحاد دبليو 2 از نوت ا سب سبيس. ليش؟ لان واحده من النقاط ما تحققت. is not a subspace. طبعا المهم الفكره بالحل، بعض الطلاب حلوا على حل كامل وعطيته درجه كامله، طبق نفس الفكره، لكن قد تكون بعض الخطوات مختصره. مثلا اذا ما كتب لي هذه ال W1 W2 وما ثبت لي اياها بهذه الطريقه المفصله، مجرد يذكر انه W W2 هي subspace، فلانه ثابتينها احنا، ما دام ثابتينها سابقا انه subspace يعني subspace، فذول الطلاب حلهم كامل وماكو اي مشكله. لكن هنا الحل لازم نخليه مفصل مو مختصر، حتى الطالب من يجي بالامتحان يقرا يعني يشوف هذا. وايضا في الاعاده افاده طبقنا اثبتنا انه دبليو 1 ودبليو 2 هن سب سبيسات من خلال هذه النقاط. ولاحظ هنا برهان التناقض، فقط بالتناقض ان حق نستخدم الارقام. طبعا اذا طالب اخر جزء ما مستخدم ارقام ومستخدم هنا مثلا اي بصفر وهنا صفر بي والاي بي ينتمي الى ار، وهنا ولازم يذكر انهما تساوون اصفار، ايضا الحل يبقى حل صحيح.